اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 7 which is entitled the two conjugate numbers. الدرس بتاعنا النهارده من الدروس السهله ولكن من الدروس المهمه. الدرس بتاعنا النهارده بستفيد منه في اني اقدر اتخلص من الروتس اللي موجوده في الدينومينيتورز زي ما شفنا في الليسون اللي فات وفي الاوبريشنز على الريل نمبرز. لما يكون عندي روت في الدينومينيتور وعايز اخلي الدينومينيتور انتجر كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل باي فوق وتحت في ايه؟ في نفس الروت عشان اقدر اتخلص منه في الدينومينيتور. طيب تعال نشوف لو انا جالي الدينومينيتور ما جاليش فيه 1 روت، جالي مثلا فيه تيرم 2 تيرمز لايك روت A بلس روت B. روت A بلس روت B ده كده عندي الجبرايك اكسبريشن، في عندي 2 تيرمز. عشان اتخلص من الروتس ديت لازم استعين بالكونجكت نمبر بتاع الايه؟ بتاع النمبر ده. اللي هو عباره عن ايه بقى الكونجكت نمبر بتاعه؟ الكونجكت نمبر بتاع الاي روت اي بلس روت بي عباره عن روت اي ماينس روت بي. يبقى انت عندك اي تو تيرمز زي ما انت شايفهم كده الكونجكت بتاعهم الايه؟ بغير الميدل ساين. يعني لو جالي روت A ماينس روت B يبقى الكونجكت بتاعه روت A بلس روت B. هستفيد منه في ايه بقى؟ تعال نشوف لما اجي اعمل لهم برودكت ان انا هعمل ملتبلاي فوق وتحت في الكونجكت. تعال نشوف البرودكت بيديني ايه. لما اقول لك روت A بلس روت B تايمز روت A ماينس روت B يديني الاتي. روت A تايمز روت A يديني روت A سكويرد اللي هو الـ A. طيب روت A تايمز نيجاتيف روت بي يديني نيجاتيف روت A تايمز روت B. طيب روت B تايمز روت A يديني بوزيتيف روت A روت B. وبعد كده روت B تايمز روت B وعندي الساين عندي از نيجاتيف يبقى نيجاتيف روت B سكويرد اللي هو ايه؟ اللي هو البي. طبعا ده يروح مع ده يديني A ماينس البي، والA دي عباره عن الفيرست سكويرد والB دي عباره عن السكند سكويرد، ولازم تبقى الساين عندي اولوز نيجاتيف. طيب لما نيجي نشوف الصم، لما اجي احط ده بلس ده يروح معايا الروت بي مع الروت بي، وبالتالي يبقى معايا 2 روت A اللي هو توايس الفيرست تيرم. يبقى انا بستفاد من الكونجكت نمبر في ايه؟ بستفاد منه في ان انا لما يكون عندي روتس في الدينومينيتورز على هذا الشكل لازم يكون تو تيرمز هنا فيها روت او في روت، او ممكن يكون في تيرم روت تيرم لا. اقوم عامل باي فوق وتحت في الكونجكت. لما اعمل باي فوق وتحت في الكونجكت اقدر اتخلص من الروتس في الدينومينيتورز لان هي هتتحول للفيرست سكويرد ماينس الايه؟ السكند سكويرد. وبمشي بعد كده في المساله عادي. طيب تعالوا نشوف بعض الاكزامبلز اللي هتوضح لنا الايه؟ الفايده بتاعت الكونجكت نمبر. بيقول لي هنا write the number 4 over root 7 minus root 3 in the simplest form. لما تشوف الشكل ده لازم تتخلص من الروتس اللي موجودة تحت. يبقى عندي هنا كده 4 divided root 7 minus root 3 اعمل multiply فوق وتحت في الكونجكت. الكونجكت بتاع ده عبارة عن هو بس غير لي الميدل ساين. يبقى عندي هنا root 7 plus root 8 root 3 divided root 7 بلس روت A روت 3. ده اللي هيقوى معايا الاتي. لما تشوف النمبر في الكونجكت ما تعمليش عمليه الملتبليكيشن، خلاص احنا حفظنا ان البرودكت بيكوال فيرست سكويرد ماينس السكند سكويرد. يعني 7 روت 7 سكويرد ب 7 يبقى على طول 7 ماينس ايه؟ ماينس 3. ما تجيش تعملها، يبقى انت كده ما فهمتش الليسون. الليسون عايز يقول لك ان النمبر في الكونجكت بتاعه الفيرست سكويرد ماينس السكند سكويرد. اي طريقه تانية تشتغلها غير كده يبقى انت ما فهمتش الليسون. طب فوق هعمل ايه؟ انت عندك 4 تايمز الايه؟ هتعمل 4 تايمز ده و4 تايمز ده. طيب بص بقى، دايما في المسائل دي بتلاقيه هو مظبط لك المساله ان النمبر ده يحصل له سمبليفيكيشن مع ايه؟ مع الريزلت هنا. يعني انت لما تيجي تشتغل في المسائل دي تقول كده 4 تايمز روت 7 بلس روت ايه؟ روت 3. لان احنا في الغالب هنقول ايه؟ 4 روت 7 بلس 4 روت 3، مش هينفع اجي اخدها بعد كده كومون، هي اصلا جاهزه دلوقتي، اللي هي هتيكوال معانا هنا 4 روت 7 بلس روت 3 ديفايدد 7 ماينس 3 از ايه؟ از 4. هتلاقي دايما النمبر ده متظبط ان هو يجي لك زي ده عشان ايه؟ تطيرهم مع بعض.
ويبقى معايا فاينل انسر بتاعتي روت 7 بلس مين روت 3. يبقى المنظر ده هو السمبلست فورم المين للمنظر ده. اكزامبل 2 بيقول لي if x equals انت شايف كده والواي الفراكشن ده write each of x and y such that its denominator is a rational number then find x و a x plus y. طيب انا عندي الـ x هنا نحولها للسمبلست فورم يبقى عندي هنا 4 divided 2 minus root 2 هعمل باي في الكونجكت بتاع مين؟ بتاع الدينومينيتور اللي هو 2 بلس روت 2 ديفايدد 2 بلس روت ايه؟ روت 2 اللي هو هيكوال الاتي. هنتفق ما تعمليش المالتيبليكيشن دلوقتي، خلي الفور بره عشان احتمال تروح مع اللي تحت. يبقى عندي هنا 2 بلس روت ايه؟ روت 2 وتحت الفيرست سكويرد ماينس السكند سكويرد. ما يجيش واحد يقول لي 2 تايمز 2 ايكوال كذا و2 تايمز روت 2 وبعد كده ناخد النيجاتيف روت 2 تعمل له هنا ديستريبيوشن هنا وهنا، لا. الفيرست سكويرد از 2 سكويرد يعني 4 ماينس السكند سكويرد اللي هي روت 2 سكويرد ويتش از ايه؟ ويتش از 2. يبقى هتيكوال معانا كده 4 2 بلس روت 2 ديفايدد ايه 4 ماينس 2 از ايه؟ از 2. ال 2 هتتكنسل مع ال 4 ويديني هنا 2 يبقى هيكوال معايا هنا بقى نعمل ديستريبيوشن 2 تايمز 2 از 4 يبقى 4 بلس 2 روت 2. كده بقى جبت الايه؟ كده جبت الاكس. تعال نجيب الواي. الواي عندي هتيكوال الاتي 3 ماينس 2 روت 2 ديفايدد 3 بلس 2 روت 2 يبقى ده هي تايمز هنا 3 ماينس 2 روت 2 وعندي هنا 3 ماينس 2 روت 2. عملت ايه؟ غيرت الميدل ساين وعملت تايمز فوق وتحت فين؟ في الكونجكت. هيكوال معايا الاتي حط تحت الاول الفيرست سكويرد از 9 السكند سكوير انت عندك هنا 2 روت 2 عندك 2 روت 2 سكوير السكوير ده ياثر على 2 وياثر على روت 2 ياثر على 2 يبقى 4 ياثر على روت 2 يبقى 2 يبقى 4 تايمز 2 از ايه؟ از 8 يبقى 9 ماينس الايه؟ ال 8. تعال بص فوق هنا فوق هنا انت عندك الترم وترم زيه بالظبط يبقى ده عندي البيرفكت ايه؟ البيرفكت سكوير يديني الفيرست سكويرد از 9 بلس السكند سكويرد يبقى عندي ال 8 لسه مطلعينها وبعد كده ماينس ليه ماينس؟ عشان عندي هنا الساين از ايه؟ از نيجاتيف توايس الفيرست تايمز السكند 2 تايمز 3 از 6 تايمز 2 از 12 يبقى 12 روت ايه؟ روت 2 اللي هتيكوال معايا الاتي 9 ماينس ال 8 خلاص ب 1 يبقى انا تحت عندي 1 9 بلس ال 8 يبقى 17 ماينس ال 12 روت ايه؟ روت 2. تعال نشوف اكس بلس واي يبقى اكس عندي بلس الواي ايكوال 4 بلس 2 روت 2 بلس 17 ماينس 12 روت 2 ده هيديني عندي هنا 4 بلس 17 يبقى 21 بوزيتيف 2 روت 2 وعندي نيجاتيف 12 اللي هي نيجاتيف 10 روت 2. تعال نشوف اللي بعد كده بيقول لي رايت ايتش اوف ذا فولوينج ساتش ذات الدينومينيتور از ا راشنال نمبر. طيب خلاص عرفنا بقى بنعمل ايه. بنعمل تايمز في الكونجكت اللي هو هنا روت ال 6 بلس روت 2 غيرت بس الميدل ساين وهنا روت ال 6 بلس ايه؟ روت 2 وهنا هيكوال معايا الفيرست سكويرد يعني ال 6 ماينس السكند سكويرد يعني ال 2 وهنا زي ما اتفقنا مش هعمل الديستريبيوشن دلوقتي هستنى عليه شويه روت 6 بلس روت ايه؟ روت 2 اللي هو هيكوال معايا الاتي 6 ماينس 2 از 4 وعندي فوق ال 12 وعندي هنا روت ال 6 بلس روت ايه؟ روت 2 ده يديني 1 هنا يديني 3 يبقى هتيكوال معايا 3 روت 6 بلس 3 روت 2. نيجي هنا تايمز هنا 3 ماينس 2 روت 2 وعندي هنا 3 ماينس 2 روت 2 اللي هو هتيكوال الاتي 3 سكويرد ب 9 ماينس وطبعا ده اولويز ماينس مفيش حد يقول لي بلس لا هي على طول الفيرست سكويرد ماينس السكند سكويرد 2 روت 2 اتفقنا ان هي بتديني على طول 8 لان السكويرنج بتاع 2 از 4 والسكويرنج بتاع روت 2 از 2 4 تايمز 2 از 8. طيب هنا عندي روت ال 8 تايمز هنا 3 ماينس 2 روت ايه؟ روت 2. طب ده بيديني 1 يبقى فوق نعمل ديستريبيوشن يبقى 3 روت ال 8
minus 2 root 16 اللي هي 8 times 2 is 16. طب root 16 بيديني 4 اللي هت equal معايا 3 root 8 احنا عارفينها اللي هي 4 times 2. يعني جايب لك حتة كده من التورسز اللي فاتوا. minus 2 root 16 is 4. طيب الفور تطلع لك بره بايه؟ ب 2. نعمل لها ملتيبليكيشن باي 3 يديني ال 6. يبقى ال 6 روت 2 ماينس مين؟ ماينس ال 8. اكزامبل 3 بيقول لي زي ما انت شايف كده مديك اكس وواي، بروف ان الاكس اند الواي كونجيجيت. زين فايند الفاليو اوف اتش اوف ايه؟ اوف ذا فولوينج. انا اخترت واحده بس هنعملها وبعد كده في الاكسرسايز هنكمل بقيه الافكار. طيب عشان تبروف ان الاكس والواي كونجيجيت انت عندك ما ينفعش ابدا بالواي، انا ابدا باللي هو مش موجود في السمبلست فورم واوصله بعد كده للسمبلست فورم هلاقيه المفروض ان انا متوقع ان الاكس يطلع لي روت 5 بلس روت 3. تعال نمسك الاكس ونشوف هل هنوصل للنتيجه دي ولا لا. يبقى انا مديني الاكس عندي بتيكوال 2 ديفايدد روت 5 ماينس روت ايه 3 الكلام ده تايمز root 5 plus root 3 divided root 5 plus root 3 هيكون معايا الاتي. تحت الفيرست سكويرد ب 5، السكند سكويرد ب 3. نسيب ده زي ما هو ونستنى شويه على الديستريبيوشن. نلاقي ان ال 5 minus 3 is 2، تروح لي مع ايه؟ مع ال 2 ديت. يبقى معايا root 5 plus root 3. يبقى since ان الاكس بتيكوال معايا روت ال5 بلس روت 3 والواي بتيكوال معايا روت ال5 ماينس روت 3 يبقى سو اكس اند واي ار تو كونجوجيت نمبرز. تمام، تعال بقى نشوف الفاليو اوف اكس سكويرد بلس 2 اكس واي بلس واي سكويرد. يبقى انا عندي هقول كده اكس سكويرد بلس 2 اكس واي بلس واي سكويرد ايكوال. لو انت جيت تبدا المساله دي ورحت جايب الاكس وعملتها بيرفكت سكوير وشفت الانسر بتاعتها ايه وكذلك الواي والاكس واي، مش هتخلص في المساله دي، هتبقى المساله طويله جدا. هو جايب لك ليه الاكزامبل ده بالمنظر ده؟ هو جايب لك بالمنظر ده لان انت المفروض عارف ان المنظر ده هو الاكسبانشن بتاع الاكس بلس الواي سكويرد. الاكس بلس واي سكويرد ده البرفكت سكوير بتاع الاكس بلس واي، بيديني ايه؟ الفيرست سكويرد بلس السكند سكويرد بلس توايس الفيرست تايمز السكند. يبقى انا ما اشتغلتش على الفورم دي. يبقى انا اما اجي ابدا المساله دي اقول الفورم دي بتيكوال كده وابتدي بقى اطلع مين؟ اكس بلس واي. تمام، يبقى انا عندي هنا اكس بلس واي بتيكوال معايا ده نمبر والكونجكت بتاعه، يبقى المفروض يديني توايس الفيرست. يبقى انا عندي هنا روت 5 بلس روت 3 بلس روت 5 ماينس روت ايه 3، ده راح مع ده يبقى هيديني توايس الايه؟ توايس الفيرست. يبقى زين المنظر ده بقى عندك اللي هو اكس سكويرد بلس 2 اكس واي بلس واي سكويرد اللي هو هيكوال اكس بلس واي اوفر سكويرد، ده هيكوال 2 روت 5 اوفر سكويرد. السكويرد ده ياثر على ال 2 وياثر على الروت اللي هو هيديني 2 سكويرد تايمز روت 5 سكويرد which is 4 تايمز ال 5 which is a 20. تعالوا مع بعضينا نشوف بعض السيلكتد اكسرسايزز على الليسون 7. بيقول لي write the conjugate number of each of the following numbers. اول واحد بيقول لي root 5 plus root 3، يبقى الكونجيجيت بتاعه root 5 minus root a root 3، بنغير الميدل ساين. هنا 5 minus 2 root 7 هيبقى 5 plus 2 root 7. هنا root 5 plus 2 over root 2 يبقى الكونجكت بتاعه root 5 minus 2 over root 2. exercise 2 make the denominator of each of the following rational number. نعمل multiplication
فوق وتحت في الكونجكت، يبقى هنا روت ال 7 بلس روت 2 روت 7 بلس روت 2 اللي هو هيكوال معايا في الدينومينيتور هيديني الفيرست سكويرد ماينس السكند سكويرد اللي هي 7 ماينس 2. وزي ما قلت لك سيب ال 5 وما تعملش ديستريبيوشن عشان في الغالب هتروح مع تحت، يبقى عندي هنا روت 7 بلس روت 2 اللي هو هيكوال معايا الاتي 7 ماينس 2 اس 5 هتتكنسل مع ال 5 دي، يبقى هيديني روت ال 7 بلس روت 2 هنا هيبقى تايمز 2 بلس روت 3 ديفايدد 2 بلس روت 3 اللي هتيكوال الفيرست سكويرد از 4 السكند سكويرد از 3 وعندي هنا روت 3 تايمز 2 بلس روت 3 اللي هتيكوال معانا تحت يديني 1 يبقى 2 روت 3 روت 3 تايمز روت 3 يديني 3 يبقى بلس الايه بلس 3. طيب نيجي هنا يبقى تايمز روت 7 بلس 3 وعندي هنا روت 7 بلس 3 الفيرست سكويرد 7 السكند سكويرد 9 وعندي هنا روت ده اللي هو روت 7 بلس 3 سكويرد لكنها الفيرست سكويرد بلس السكند سكويرد بلس توايس الفيرست تايمز السكند 2 times 3 is 6 times root 7 يبقى 6 root 7 ليه دي بلس عشان هنا الساين بلس اللي هت equal معايا 16 بلس 6 root 7 divided negative 2 ناخد 2 من فوق common يبقى هت equal معايا 2 times 8 بلس 3 root 7 divided negative 2 دي يديني 1 دي يديني negative 1 اللي هو هيديني negative 8 minus 3 root 7. problem 3 مديني x ومديني y وعايز ال value of x plus y square طبعا ال x اجابها simplest form يبقى عندي ال x هت equal 2 divided root 7 minus root 5 الكلام ده times root 7 بلس روت 5 ديفايدد روت 7 بلس روت 5 which is في الدينومينيتور يبقى عندي الفيرست سكويرد 7 ماينس ال 5 وهنا عندي 2 زي ما اتفقنا مش هندخلها روت 7 بلس روت ال 5 7 ماينس 5 اس 2 هتتكنسل مع ال 2 ديت يبقى يديني روت 7 بلس روت ال 5 يبقى انا عندي الاكس بكده والواي بكده عايز الاكس بلس واي سكويرد الاكس بلس واي سكويرد هات على طول اكس بلس واي اكس بلس واي هات ايكوال معايا الاتي روت 7 بلس روت 5 بلس روت 7 ماينس روت 5 روت 5 تروح مع روت 5 هيبقى يديني توايس الفيرست اللي هي 2 روت الايه روت 7 يبقى زين الاكس بلس واي سكويرد هيكوال معايا 2 روت 7 سكويرد which is 2 سكويرد times روت 7 سكويرد اللي هي 4 times 7 which is 28 exercise 4 مديني x ومديني y وعايز ال value of x سكويرد y سكويرد هنشوف ال x في simplest form وال y في simplest form ال x عندي هتكوال معايا 4 divided root 7 minus root 3 هيبقى times root 7 plus root 3 divided root 7 plus root a root 3 اللي هتيكوال معايا تحت هيبقى 4 وهنا 4 times root 7 plus root 3 ده هيروح مع ده يبقى هتديني root 7 plus root 3 طيب ال y هت ايكوال معايا 4 over root 7 plus root 3 times الconjugate عندي اللي هو root 7 minus root 3 وهنا root 7 minus root 3 يديني تحت 4 وهنا 4 times root 7 minus root 3 ده يروح مع ده اللي هي هتديني root 7 minus root a root 3 يبقى انت تلاحظ ان الاكس والواي الاثنين ايه conjugate طب هو طالب ايه طالب الاكس سكويرد واي سكويرد
في ناس ممكن تعمل ايه، تجيب روت 7 بلس روت 3 وتعملها سكويرنج، وبعد كده تعمل الواي سكويرنج، وبعد كده الاثنين نعمل لهم مالتيبليكيشن. لا الكلام ده مش مظبوط. انت هنا عندك الاكس سكويرد واي سكوير، دي بتيكوال ايه؟ بتيكوال الاكس واي الكل سكوير. يبقى انا اجيب الاكس واي الاول. احنا عارفين ان المالتيبليكيشن بتاع التو كونجكت نمبرز بيديني الفيرست سكويرد ماينس السكند سكويرد. يعني الاكس واي هيكوال معايا روت 7 بلس روت 3 تايمز روت 7 ماينس روت 3 اللي هتيكوال الفيرست سكويرد ب 7 السكند سكويرد ب 3 which is a 4. يبقى الاكس واي الاوفر سكويرد هيكوال معايا 4 سكويرد which is a 16. بروبلم 5 بيديني الاكس، بيقول لي بروف ذات ان الترم ده بيكوال 4 روت 5. يبقى ناخد مين؟ ناخد ده. يبقى انا عندي هنا نعمل سبستيوشن، يبقى 4 اوفر روت 5 بلس روت 3، الكلام ده بلس توايس روت 5 بلس روت 3 هيكوال معايا ده مين؟ ده اللي هو الليفت هاند سايد. طب هيكوال معايا ايه؟ ده نعمله تايمز في الكونجكت بتاعه، يبقى 4 divided root 5 plus root 3 times root 5 minus root 3 divided root 5 minus root 3 كلام ده plus 2 times root 5 plus root 3. ده هيكوال معايا ال h هنا 5 minus 3، وعندي هنا هيبقى 4 times root 5 minus root 3 الكلام ده بلس توايس روت الفايف بلس روت 3. انا مش عايز اعمل ديستريبيوشن، لعل وعسى اشوف انا ايه اللي موجود هنا الاول، يمكن يكون في حاجه يتعمل لها اديشن على طول مع روت 5 بلس روت 3. طب ده 2 يبقى هنا كده 2 يديني 1، هنا يديني ايه؟ يديني 2. يبقى هتيكوال معايا 2 روت الفايف ماينس 2 روت 3 بلس 2 روت 5 بلس 2 روت 3. ده يروح مع ده كده، يبقى هتيكوال معايا ايه؟ 4 روت 5 which is the right hand ايه؟ right hand side. بروبلم 6 بيقول لي لو عندك ال a equal root 3 plus root 2 وادي ال b 1 over الكلام ده، find the value of a squared minus b squared في simplest form. طيب انا عندي ال a اهي، ال b اجيبها برضك ازاي؟ ال b اعملها في simplest form. يبقى انا عندي ال b هتيكوال 1 divided root 3 plus root 2 times root 3 minus root 2 divided root 3 minus root 2 اللي هتيكوال معانا هنا 3 minus 2 is 1 وفوق عندي root 3 minus root 2 يبقى which is root 3 minus root 2. هو عايز ال a squared minus ال b squared، وانت عندك ال a squared minus ال b squared ده بيكوال ايه؟ a minus b times a plus b difference between two squared اللي هو هيكوال معايا ال h a minus b اللي هي root 3 plus root 2 minus b اللي هي minus root 3 plus root 2 الكلام ده times a plus b اللي هي root 3 plus root 2 plus root 3 minus root a root 2. الترم ده يروح مع الترم ده، والترم ده عندي يروح مع مين؟ مع الترم ده اللي هتيكوال معايا 2 root 2 times 2 root 3 اللي هتديني 4 root 6. بروبلم 7 مديني الاكس ومديني الواي، الواي طبعا لازم احطها في السمبلست فورم، يعني الواي عندي هتيكوال هنا 2 root 5 minus root 3 conjugate بتاعه هيبقى times root 5 plus root 3، وعندي هنا root 5 plus root 3 اللي هي equal root 5 و root 3 ال difference هنا يبقى ال first squared minus ال second squared اللي هي 5 minus 3، وهنا هنسيب ال 2 زي ما هي root 5 plus root 3. ده كده هيروح مع مين؟ مع ده كده، يبقى هتيكوال معايا روت ال 5 بلس روت ايه؟ روت 3. طيب انت عندك كده الاكس وعندك الواي، المنظر ده لو انت خدت الاكس عملت لها سكويرنج والواي سكويرنج والاكس واي كده انت ماشي غلط.
وما نمشي صح ازاي؟ لازم تكون عارف ان المنظر ده الاكسبانشن بتاع x بلس y اوفر سكويرد. يعني نحلها ازاي؟ نقول كده x سكويرد بلس 2xy بلس y سكويرد ده بيكوال ال x بلس y الكل سكويرد. ونروح نجيب ال x بلس y اللي هو الصم بتاع 2 كونجكت يديني مين؟ توايس الفيرست اللي هو 2 روت الايه؟ روت ال 5. يبقى زين ال x بلس ال y سكويرد هيكوال 2 روت 5 سكويرد اللي هي 2 سكويرد تايمز روت 5 سكويرد، يبقى عندي 4 تايمز 5 which is a 20. بروبلم 8 عندي ال x وال y وعايز الاكسبريشن ده. طيب ال y نجيبها فين؟ في السمبلست فورم. يبقى ال y عندي هتيكوال 3 اوفر روت ال 5 ماينس روت 2 كام ده تايمز root 5 plus root 2 divided root 5 plus root 2 اللي هتيكوال معايا الاتي. هنا هيديني 3 اللي هي الفيرست سكويرد 5 minus 2 is 3، وعندي هنا 3 times root 5 plus root 2. واتفقنا مش هنعمل distribution خالص لانه هيروح ايه مع اللي تحت، يبقى هيديني root 5 plus root 2. طيب انا عندي هنا x سكويرد minus 2xy plus y سكويرد، ده يديني ايه؟ ده يديني x minus y squared. يبقى انا عندي بدل ما اجيب كل الاكسبريشن ده اجيب x minus y واعمل له squared. يبقى ال x minus y ده هيكوال عندي ايه؟ ال x عندي root 5 minus root 2 minus y، ال y عندي اللي هي minus root 5 minus root 2. الماينس يأثر هنا وهنا، يبقى الكلام ده هيكوال معايا كام؟ هيكوال معايا الاتي، ده هيروح مع ده يبقى هتيكوال ماينس 2 روت 2. وبالتالي الاكس ماينس الواي سكويرد هيكوال معايا ماينس 2 روت 2 سكويرد اللي هو هيكوال الماينس 1 سكويرد تايمز ال 2 سكويرد تايمز روت 2 ايه؟ سكويرد. السكويرد هيأثر على النيجاتيف ويأثر على ال 2 ويأثر على الروت 2، يبقى هتيكوال معايا ده يديني بوزيتيف وده 4 وده عندي هنا 2 يديني 8. اللي بعديها طبعا مش هينفع اشتغل الا لما اخلي الاي والبي الاثنين سمبلست فورم. يعني ايه؟ يعني اتخلص من الروتس اللي موجوده في الدينومينيتور. يبقى انا عندي الاي هتيكوال 4 وهنا روت 7 ماينس روت 3 تايمز روت 7 بلس روت 3 ديفايدد روت 7 بلس روت اي روت 3 اللي هتيكوال معانا عندي هنا يديني 4 وعندي هنا 4 تايمز روت 7 بلس روت 3، ده هيروح مع ده اللي هتيكوال معايا روت 7 بلس روت 3. طيب نيجي للبي، البي عندي هتيكوال 4 ديفايد روت 7 بلس روت 3، هنا هيبقى تايمز الكونجكت اللي هو روت 7 ماينس روت 3، هنا روت 7 ماينس روت 3 هتيكوال هنا يديني 4 وهنا يديني 4 times root 7 minus root 3، ده يروح مع ده which is root 7 minus root 3. طيب هو عايز هنا اعمل subtraction ما بينهم والA divided الA multiplication، طبعا سهلة لان انا عندي الA minus الB هتيكوال الA عندي بروت 7 plus root 3 minus الB هيبقى minus root 7 والماينس يأفكت الماينس ديت يديني بلس، يبقى عندي بلس روت 3 ده يروح مع ده يبقى هتديني توايس روت ايه؟ روت 3. طب الاي بي 2 كونجكت يبقى الملتيبيكيشن يديني مين؟ الفيرست سكويرد ماينس السكند سكويرد 7 ماينس 3 which is ايه؟ which is 4. يبقى عندي الاي ماينس البي اوفر الاي بي هيكوال 2 root 3 divided 4 ده يديني 1 ده يديني 2 which is root 3 divided 2. problem 16 بيقول ادي ال x اهي وال y multiplicative inverse بتاع ال x. ال y multiplicative inverse يعني ال y عبارة عن root 3 minus root 2. طيب الاول نخلي ال x simplest form، انا عندي ال x عندي هتيكوال 1 divided root 3 minus root 2 times root 3 plus root 2 root 3 plus root 2.
3 minus 2 يديني 1 وهنا عندي root 3 plus root 2 اللي هي root 3 plus root 2. طب الواي عندي ايكوال كام؟ الواي المالتيبليكاتيف انفرس بتاع مين؟ بتاع الاكس اللي هي هتيكوال معايا root 3 minus root ايه؟ root 2. تعال نشوف بيقول لي بروف ذات الاكس بلس واي سكويرد ايكوال 12. يبقى الليفت هاند سايد اللي هو اكس بلس واي سكويرد بي ايكوال الاكس عندي بكام؟ الاكس عندي روت 3 بلس روت 2 بلس الواي اللي هي روت 3 ماينس روت 2 الكل سكويرد. روت 2 يتكنسل مع نيجاتيف روت 2 يتبقى معايا 2 روت 3 سكويرد اللي هي هتيكوال 2 سكويرد تايمز روت 3 ايه سكويرد اللي هي 4 تايمز 3 which is 12 اللي هي الرايت هاند ايه هاند سايد. اكسرسايز 17 مديني الاكس بالفاليو ديت والاكس واي ايكوال 1. عايز الفاليو بتاعت الاكسبريشن ده. لما يقول لي الاكس واي ايكوال 1 اكس واي ايكوال 1 ده معناه ايه؟ يبقى الواي بتيكوال ايه؟ نودي الاكس هنا بالديفيجن يبقى 1 اوفر الاكس اللي هي هتيكوال كام؟ 1 اوفر روت ال 13 بلس روت الايه؟ ال 6. على طول نعمل تايمز في الكونجيجيت روت 13 ماينس روت 6 وهنا روت 13 ماينس روت الايه؟ ال 6 اللي هتيكوال معانا روت 13 ماينس روت ال 6 ديفايدد الفيرست سكوير 13 ماينس ال 6 يديني كام؟ يديني 7. تمام. يبقى هي دي كده مين؟ دي كده الواي. طب احنا عايزين الاكس سكويرد ماينس 49 واي سكويرد. لازم تبقى واخد بالك ان الاكس سكويرد ماينس ال 49 واي سكويرد ده ديفرنس بتوين تو سكويرد اللي هو هيكوال اتش اكس ماينس 7 واي تايمز اكس بلس 7 واي. المهارات دي لو مش عندك او مش هتعرف فيها بسرعه هتعمل لك مشكله وانت بتحل. لازم تبقى انت واخد بالك وشايف ومدرك ان المنظر ده الاكسبانشن بتاعه كده بالذات في الدروس دي. يبقى هتيكوال معانا هنا كده الاكس عندي بروت 13 بلس روت ال 6 الكلام ده هيبقى ماينس 7 واي اللي هي 7. الواي عندي بروت ال 13 ماينس الروت 6 ديفايدد 7 الكلام ده هيبقى تايمز الاكس عندي روت ال 13 بلس روت ال 6 الكلام ده هيبقى بلس 7 الواي عندي روت 13 ماينس روت ال 6 ديفايدد مين؟ ديفايدد 7. طبعا دي هتروح مع دي ودي هتروح مع ايه؟ مع دي. يتبقى معايا روت 13 بلس روت 6 عندي هنا ماينس روت 13 بلس روت الايه؟ ال 6 وعندي هنا روت 13 بلس روت ال 6 بلس روت 13 ماينس روت ال 6. طبعا دي هتروح مع دي وعندي دي هتروح مع ايه؟ مع دي. يبقى هيديني 2 روت 6 هيبقى كلام ده تايمز 2 روت ال 13 which is هيبقى 4 وعندي هنا روت ال 6 تايمز 1272 تايمز 13 يبقى 78. ولما تيجي تشوف ال 78 هتلاقيها ما ينفعش تفكها اقل من كده. ما فيش فيها بيرفكت حاجه. ما ينفعش تبقى 4 تايمز حاجه وما ينفعش تبقى 16 تايمز حاجه او 9 تايمز حاجه وبالتالي هتتساب كده. يبقى دي السمبلست فورم بتاعتها. طيب نيجي بروبلم 18 مديني اكس ومديني الواي انفرس كده وبيقول لي بروف ان الاثنين كونجيجيت وبعد كده هات الفاليو بتاعت اكس سكويرد واي سكويرد. سهل قوي طبعا. يبقى انا عندي الاكس هتيكوال معايا 4 ديفايدد روت 7 ماينس روت 3 تايمز روت 7 بلس روت 3 وعندي هنا روت 7 بلس روت ايه؟ روت 3 هتيكوال معانا الاتش هنا 7 ماينس 3 از 4 وعندي هنا 4 تايمز روت 7 بلس روت 3 دي هتروح مع دي يبقى هيديني روت 7 بلس روت 3. طب نيجي نشوف الواي. الواي انفرس ايكوال 1 اوفر روت 7 ماينس روت 3. واي انفرس يعني ايه؟ واي انفرس اللي هي 1 اوفر الواي. لما 1 over y equal 1 over root 7 minus root 3 يبقى ال y equal كام؟ ال y equal root 7 minus root 3. يبقى لما يكون ال x بكده وال y بكده يبقى then x و y are
to conjugate numbers. واتفقنا مع بعضينا لما نجيب x squared y squared نعملها كده، نقول ان ال x squared y squared بتيكوال معايا ال x y الكل squared، ونيجي هنا في الدرافت نجيب ال x y. ال x y بتيكوال كام؟ بتيكوال البرودكت بتاع two conjugate numbers اللي هو ال first squared minus second squared اللي هو 7 minus 3 which is كام؟ which is 4. يبقى دي هتيكوال معايا 4 سكويرد اللي هي كام؟ 16. نيجي بعد كده نشوف الكومبليت. كومبليت ذا فولوينج، مديني نمبر والكونجكت بتاعه، يبقى 7 ماينس 3 ويتش از ايه؟ ويتش از 4. لو الاكس بكده يبقى الكونجكت از ايه؟ الكونجكت عندي 3 ماينس روت 2. طب والبرودكت اوف ملتبلاينج الاكس باي الكونجكت، يبقى الفيرست سكويرد اللي هي 9 ماينس السكند سكويرد اللي هي 2 ويتش از 7. الكونجكت نمبر اوف ذا نمبر ده از ايه؟ خد بالك هو بيقول لك الكونجكت بتاع النمبر ده. طب النمبر ده اصلا مش سمبلست فورم، يبقى لازم ده الاول اجيب اخليه سمبلست فورم اللي هو ايه؟ اللي هو 1 ديفايدد روت 3 ماينس روت 2 تايمز روت 3 بلس روت 2، وعندي هنا روت 3 بلس روت 2 ويتش از ايه؟ تحت طبعا هيديني 1 وفوق يديني روت 3 بلس روت ايه؟ روت 2. يبقى كاني بسالك الكونجكت بتاع ده مين؟ اللي هو روت 3 ماينس روت 2. نيجي اللي بعديها، الكونجكت نمبر اوف ذا نمبر ده ان ذا سمبلست فورم. طبعا دي سهله ليه؟ لان انت عارف ان ال 7 عباره عن روت 7 تايمز ايه؟ تايمز روت 7. يبقى دي كده هتتكنسل مع دي، يبقى اكن النمبر ده ايه؟ اكن النمبر ده 1 بلس روت 7. يبقى الكونجكت بتاعه ايه؟ 1 ماينس روت 7. اللي بعديها المالتيبليكاتيف انفرس للنمبر ده في السمبلست فورم. المالتيبليكاتيف انفرس ده عباره عن ايه؟ عباره عن 1 اوفر روت 3 بلس روت 2 نعمل له تايمز، وهي سمبلست فورم، يبقى روت 3 ماينس روت 2 ديفايدد روت 3 ماينس روت 2. طبعا تحت الفيرست سكويرد ب 3 ماينس السكند سكويرد ب 2 يديني 1، يبقى هيتبقى معايا روت 3 ماينس روت ايه؟ روت 2. اكسرسايز 6 بيقول لي if x equal 2 plus root 5 والواي الكونجكت بتاع الاكس عايز ديت، يبقى انا عندي الواي هيكوال ايه؟ الواي عندي هيكوال 2 minus root 5. طيب ده معناه ان الاكس minus y هيكوال ايه؟ هيكوال 2 plus root 5 minus الواي عندي بكام؟ يبقى minus 2 plus root 5 اللي هي هتيكوال معايا، ده هيروح مع ده، يبقى هتيكوال معايا 2 روت a روت 5. يبقى الاكس ماينس واي سكويرد هيكوال 2 روت ال 5 سكويرد which is 4 تايمز 5 يديني ايه؟ يديني 20. بروبلم 7 بيقول لي الاكس ديفايد ده ايكوال ده، then find the value of x في السمبلست فورم. طبعا سهله جدا، لان لما يقول لك اكس ايكوال ده اكن ده ديفايدد 1، يبقى x تايمز 1 ايكوال ده تايمز ده، يعني ال x عندي هتيكوال ال 5 بلس روت 5 تايمز 5 ماينس روت 5 تو كونجكتز، الاثنين معمول لهم ملتبليكيشن، الفيرست سكوير 25 ماينس السكند سكوير 5 يديني كام؟ يديني 20. طيب اللي بعديها 1 اوفر x ايكوال ده، فايند ال x في السمبلست فورم، ودي ده هنا وهات ده مكانه، يبقى انا عندي ال x عندي هتيكوال 1 divided root ال 5 minus 2 هيبقى times root ال 5 plus 2، وعندنا root ال 5 plus a plus 2 تيكوال معايا root 5 plus 2، وتحت عندي 5 minus 4 يديني 1، يبقى هيديني root ال 5 plus 2. اللي بعديها مديني ال x ومديني ال y، وزي ما انت شايف ان هما conjugates، يبقى الاوردر دي بير اكس وواي واكس بلس واي ايكوال ايه؟ طب انا عندي اكس وواي، اكس وواي يعني الاثنين معمول لهم برودكت، يديني مين؟ يديني الفيرست سكويرد ماينس السكند سكويرد، يعني الاكس وواي هيكوال 3 ماينس 4 اللي هو نيجاتيف 1. طيب الاكس بلس واي هيديني توايس الفيرست اللي هو 2 روت 3. يبقى الاوردر دي بير اللي هو اكس واي والاكس بلس واي ده هيكوال معايا نيجاتيف 1 و2 روت 3. اللي بعديها
المسائل دي تعتبر من المسائل الجميلة اللي بتشوف مدى قدرتك على فهم الشكل لو في اكسبوننت. انت عندك هنا ايه اللي ملاحظه؟ انا عندي النمبر والكونجكت، بس الباور ده مش مخليني اقدر اتعامل معاهم. طب انا شايف ان الباورز دي ايكوال، وبالتالي ممكن اضم الاثنين دول في براكت واحد، يعني دول بيايكوال معايا ايه؟ يعملوا معايا كده روت 2 بلس روت 3، الكلام ده تايمز روت 2 ماينس روت 3 اول اوفر باور نيجاتيف ايه؟ باور نيجاتيف 9. اللي هو هيديني ايه الكلام ده؟ الكلام ده هيديني انا عندي هنا 2 كونجكت معملهم ملتيبيكيشن، يبقى الفيرست سكويرد ماينس السكند سكويرد، الفيرست سكويرد ب 2 ماينس السكند سكويرد ب 3 اول اوفر باور نيجاتيف 9، اللي هي هتدي نيجاتيف 1 اول اوفر باور نيجاتيف 9، اللي هي هتيكوال 1 اوفر 1 نيجاتيف 1 اول اوفر باور ايه؟ باور 9. طب 1 باور نيجاتيف 1 باور 9 دي نيجاتيف 1، يبقى 1 اوفر النيجاتيف 1 which is نيجاتيف 1. بروبلم 26 مديني الاكس ومديني الواي، عايز الفاليو بتاعت الايه الاكسبريشن ده. طبعا لو بدات وجيت تقول لي اكس باور 8 مستحيل، واي باور 9 مستحيل، فيها تريكه. تاخد بالك من ايه؟ تاخد بالك ان انا ممكن اخد واي من هنا كوم، ممكن اخد من هنا واي، يعني الكلام ده هيكوال معايا ايه؟ يعني انا عندي اكس باور 8 واي 9 ماينس الواي اوفر x بلس الواي باور 5، x بلس y باور 5 مفيش فيها مشاكل. طب فوق هيحصل ايه؟ خد لي y كومن، لما اخد y من هنا كومن يبقى معايا x باور 8 الواي باور 8 ماينس مين؟ ماينس 1، ما انا خدت y كومن من هنا، وعندي هنا x بلس الواي باور 5 لسه ما اتظبطتش، يبقى هتيكوال معايا الاتي هنا y، وعندي هنا خد بقى x y الكل باور ايه؟ باور 8 ماينس الاي ماينس ال1، وعندي هنا يبقى اكس بلس الواي باور ايه؟ باور 5. كده انا ظبطتها، يبقى انا عندي اكس واي هتيكوال ايه؟ الاكس واي هيكوال الفيرست سكويرد ب 7 ماينس السكند سكويرد ب 6 اللي هي 7 ماينس 6 which is 1. ده معناه ان الاكس واي باور 8 يديني برضك 1 باور 8 which is ايه؟ which is ال1. طب انت ملاحظ بقى الاتي، عندك 1 ماينس 1 هيبقى بزيرو، ما تكملش بقى، مش لازم تكمل. يبقى ده عندي هيكوال معايا الاتش، يبقى هتيكوال معايا y تايمز 1 ماينس 1 ديفايدد الاكس بلس الواي الكل باور كام؟ باور 5، اللي هي هتيكوال معايا y تايمز الزيرو ديفايدد الاكس بلس الواي باور 5، اللي هي هتديك على طول ايه؟ تديك على طول زيرو. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 7. لسون سهل، في بعض الافكار لازم تكون عارف الاكسبانشنز بتاعت البرفكت سكويرز والديفرنس بتوين تو سكويرز، الحاجات دي هي اللي هتخليك تحل ايه؟ تحل بسرعه. وبالتوفيق ان شاء الله.